هذا البرنامج برعاية زين. يسعد صباحكم مشاهدينا. معاذ بزور شاب عشريني أردني تميز بالإبداع الرياضي والحسابي، لديه قدرة على الاختفاء وهو فارس ونشمي من نشامى هذا الوطن. خليكم معنا مشاهدينا مشان نتعرف على معاذ أكثر. يسعد صباحكم. كل واحد فنجانه معه. أيوة حبيبي. معكم محمد صغول. اليوم بدنا نحكي عن يوم الجمعة. يا أخي يوم الجمعة كثير حلو، كله نوم وراحة وبسكوت. إيه يا أخي، بس كثير طويل، كثير طويل. يعني هذيك الجمعة الماضية ظلوا 5 أيام من الجمعة للثلاثة. بس والله إنه حلو يوم الجمعة، يعني هو اليوم الوحيد اللي بناكل فيه 3 وجبات. طبعا شو ببلش بالفطور الصح؟ حمص، فتت حمص، حمص باللحمة، حمص بالدجاج، ما نقيش بالحمص، حمص بالحمص، عادي كل شيء. هذا فطورك برعاية الحمص. طبعا هذا كله تأسيس للغدا الصح، اللي الغدا طبعا ببلش تحضيرات من الصبح بصحوك. انت اصلا اليوم الوحيد اللي بتنام فيه يوم الجمعة. بيجي عليك كشف الاحرام، عليك بيفتح الابجورات او بيجي بكنسوا عندك، بفوتوا عليك 3-4 قواريط صغار، انت بتسعى غصب عنك ومتقرن اصلا. طبعا شو بدهم الطلبات اللي هم حافظينها حفر. شو هم الطلبات؟ ضمت بقدونس، حمص، دلو لبن، يما من جوا الثلاجة من جوا حمص، وجيب معاك نص ليرة خبز. وبترجع الدار مين بيفتح لك؟ بتفتح لك حبة جميد لابسة مريول. جبت اللبنات؟ ناولها اللبنات وبتشم ريحة ثانية غير ريحة جميد، ريحة غريب يا اخي. شو هالريحه؟ معقول بيقلوا كاجو بالفاجون؟ طبعا العذاب اللي بيوم الجمعه انك تروح تحرك اللبن. حرك حرك حرك، حس رقيب سير يما، بعكس عقارب ساعة ولا مع عقارب ساعة يما؟ يما اللي بدك اياه. وظلك تحرك ايدك تنشل وتنشل كمان مرة، وبتحرك وتحرك وتحرك. ليش تحرك هيك يما؟ ليش تحرك هيك؟ سامحك ليش تحرك هيك؟ يما طيب خلص، عكس عقارب ساعة يما. انت بتحرك بعدك ما زلت بتحرك يعني. يما شوي يما. يما مش حاسب ايدي يما، مشان الله يما. حرك يلا يما، يلا مشان الله ما تبدي تصير اللبن، مشان الله يما. خلص بطلع بدناش بنزف يما، مشان الله. طبعا بالاخير اللبن بفقع وبيجي ابوك بنجن من اللبن. شو اللبن هاب؟ طب اعمل حق، انا ماليش دخل، انا بس بحرك. وامك بتحط لك عليك عشان مش عارف تحرك، حركته سريع انت. بقول له غطي شوي، وش مستعجل؟ بقول له يما احنا بنعصى السرعه يما. طبعا بعد كل هالحركات والشلالات والتعب هذا، اخر شو بيطلع؟ بعد ما تفرش الاكل بيطلع بنزف على الدجاج. بنزف على الدجاج، ما انت لك منقار من قدر ما تاكل دجاج. ما انت اصابع رجليك 3 زي الدجاج ما انت. بالله عليك؟ اه والله. طب سحلي الدجاج وروح من هون. طبعا ما بيكمل يوم الجمعة الا بصلاة الجمعة. في ناس بيقهروا اللي هم بيسمعوا الاذان الاول وبضلوا نايم، بسمع الاذان الثاني بلش شكشك عيونه وبسمع الاقامة تقلب سابق ولاحق، بقوم بلبس وبغسل وبطلع اركض. طبعا اذا راح مشي، اذا راح بالسيارة، بروح بصف وين عباب الجامع، بسكر كل شوارع المملكة. يا ابن الحلال انت فاهم غلط، اللي بيكسب اجر هو اللي بقعد بصفوف الاولى، مش اللي بصف سيارته اول اشي وبسكر على العالم كله. يا زلمة يطفي شكلك. صح صرنا حافظين الخطب حفظ، أدب الطعام، إفشاء السلام، بس يا أخي ما بقهرك. أول ما بدك تخلص الصلاة بدك تصلي سنة، بدك تسبح، بدك تدعي ربك، فيش ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله. وزي كل جمعة الحفاية بدها سيرش حتتلاقيها، واللي بقهرك أكثر إنك تلاقي الفرد الأولى بسرعة، الفرد الثانية وتلف الدنيا ما تلاقيهاش. طب وينها؟ طب وينها؟ طب وين اللي توظف فيها؟ رجع مكانها. ايه الله يسامحك، خلص بديش اياها، بروح الدار. طبعا انا ملوق ايدي هيك واجري يا مطمبر، يعني مدلي بوزو عشانهم طلبوا منه يجيب اغراض. القرا هاي المناسف ويا ابي مسكاها، اجتاح هاي ريحه اللي هي المحروقه، بساهر الولاده هذا ثقيل الدم اللي بمضيها سهران عندكو تا يطلع الصبح، بج اللبن يعني غلاه، بهل الجاي وبيطق على المكفي هذا اللي بيرحب باللي عنده واللي بيروح بيسولف عليه، درابي هاي كبكيب الرز بالمنسف، وبيقولوا يا عيشه صبي لهم الطبيخ ربع الدرابي روحت. كوكو عاشور طعمها عجيب. إذا بساط الروضة بتقلب بساط رحل يوم الجمعة أكيد أنت بالأردن. إذا يوم الجمعة البنت بتقضيها بالمطبخ أكيد أنت بالأردن. إذا صور المنسب بتصير عفق على الفيسبوك يوم الجمعة أكيد أنت في الأردن. إذا لازم حدا من إخوانك يتبهدل يوم الجمعة أكيد أنت بالأردن.
إذا ما في يوم جديد يوم الجمعة أكيد أنت في الأردن. إذا يوم الجمعة لازم تكون يا عازم يا معزوم أكيد أنت في الأردن. إذا الشاي طعمه كثير غير يوم الجمعة أكيد أنت في الأردن. كوكو عاشور سيرو لسيس. يوم الجمعة اليوم الأجمل، اليوم العربي ما يتحول، والله أكبر الله أكبر تملى الأرض وما تتبدل، سورة الكهف الكل يرتل. يوم الجمعة المنسف دايم هو الأول، أو مقلوبة أو لحمة يشويها الغني الما يسأل. يوم الجمعة كثير طويل والكل معطل، تغيب الشمس يزيد الهمس، وين السهرة وشلت الأمس وتبدأ السهرة. الكل لابس دشداشته وعلى الرصيف فرش فراشه، والأرجيلة للصبح مزح ونغاشة، وفي ناس سهرانة بالكافيهات والصبح مسابح وميوهات. أصلا عادي لو بدنا بنعمل زيهم، بس بنحب الرصيف هناك أحلى الهويات. The good, the bad, the ugly, the zenith. شو مرتحت؟ امسك هاي نص ليرة في مخبز هناك، روح جيب 2 كيلو خبز. طيب روح خليني نص ليرة معك، انا السائق عمي. منزلش قانون هذا. زميني نص ليرة مني. شو القانون؟ اخوك الكبير بقول يا لك. يا سلام قول لي قانون يا زلمه. طب خبز قانون. ها والله روح جيب، روح جيب جيب كلام يا اخوي. مالك معصب؟ ايه مالك يا معصب سلوم. جبنه سلوم بعدين ماك عصيرة الجبنة يا سيدي، روح جيب كمان نص كيلو جبنة بيضة. يلا عصيرة الزغول لمين بردوا يا أخي؟ أقول لك مين بردوا؟ رد على التلفون. والله كثير حلوة كثير حلوة، يعني بدك تضحكني عشان أنزل يا أبو الحداقة مش نازل. صالون حداقة. وأخوك الكبير اضحك. سيلفستر صالون. أخوك الصغير اضحك بس قاعد وجهك. مين ها سيلفستر صالون؟ هذا يزم برامبو. رامبو؟ رامبو ضد القشرة. والله مسكتك فيها. والله جد يا زلمه اقول لك مش نازل مش نازل مش نازل تنزل وخاوة. مش نازل يا زلمه، انت شفت القشره الجويه اليوم بحكي إيه؟ لك الحراره 1000 هسه ضربت شمس بفقع. طيب شو يعني 1000 يعني إيه؟ شو يعني شوب؟ شو يا زلمه شوب كثير كثير شوب شوب حمام. رجنخ انت حمام زاجل علي. رد اخوك الكبير. سيبني من زناختك. ايوه روح رن هسه رن ابوي على رقم الزين لعمل خبر موتك خبر زاجل ماشي. روح يا زلمة انت كل اشي ابوي ابوي ابوي، بعدين ما هو كل خطوطه زين، انت كل الحياة عندك زناخة يا زلمة. انا بس عشان الصغير لازم اتبهدل. روح روح يا زلمة. انا ادبك بصغير مي هسا. يا زلمة مي يا الدين يا زلمة. او صغير صغير اوف لاين. اخ على الجمعة ايام زمان، يعني بتصحى بتحضر كرتون، بعدين بتحضر ياسر صباحك، بتفطر، بعدين بتروح على الصلاة، بترجع بتحضر مجلة رياضية، واللي بيقهرك بالمجلة الرياضية كل جمعة في رالي وفي بطولة شطرنج بثغر الأردن الباسل.